الماسلز. الماست سيلز. لا لا الماسلز العضلات دكتور. مالهم؟ دكتور هسه لما تحمل اشي ثقيل وما تستحمل العضلة ليش بتصير ترجف؟ لأنه بصير في فتيج يا سيدي، تتعب العضلة. طيب تمام دكتور، بس انه من اي ناحية يعني يعني كاي تي بي يعني ما بكفيها؟ كمية الـ ATP بتكون قليلة، كمية اللاكتيك أسيد بتكون كثيرة، كمية الأكسجين اللي وارد بتكون قليلة، كمية الكربون ديوكسيد بروديوس عالية، تمام؟ وعشان كل هذه الأشياء تكون كوز الفتيج في المصل. أوكي؟ تمام شكرا دكتور. طيب في حدا عنده سؤال آخر شباب قبل ما ندخل في محاضرتنا اليوم؟ طيب في حدا عنده سؤال على المحاضرة تاعت المرة الماضية، الأسبوع الماضي أو المحاضرة الماضية مش الأسبوع الماضي؟ أو شباب اللي ما بتقرأوا، احنا المرة الماضية حكينا على البلد فلو، حكينا على الفلو اللي هو ديتيرمن باي دلتا بي اللي هي ديفرنس بالبريشر وابوز باي الريزيستنس، وقلنا لكم الريزيستنس بتعتمد بيزيكلي على الراديوس اوف ذا تيوب، تمام؟ وانفرسلي ريليتد تو ذا باور 4 اوف ذا ار، تمام؟ وحكينا لكم على البلد بريشر، حكينا على السيستوليك بريشر دايستوليك بريشر بلس بريشر مين ارتيري بريشر، حكينا لكم على بعض الكيسز اللي ممكن يصير في عندنا فيها زياده بالبلد بريشر، حكينا على الانكريز ستراك فوليوم، ديكريز الهارت ريت، ديكريز الارتيريال كومبلاينس، وانكريز التوتال بريفرال ريزيستنس، بعدين حكينا على الكابيلري فلويد اكستشينج، وبيزيكلي حكينا على الكومبارتمنتس، وحكينا على الاكسترا سيلولر والانترا سيلولر، هذول راح اعيدهم، راح ابدا من هون بسرعه، تمام؟ الا اذا حد عنده سؤال، حد عنده سؤال شباب على الاجزاء اللي قبل؟ تقرأوا شباب ولا لا؟ دكتور مقرأ. تمام. دكتور مقرأ. ماشي أمورك ولا في مشاكل؟ الحمد لله ماشية. طب الحمد لله. طيب نحن بس بدي أعيد هاي لأنه اليوم راح نكمل فيها، تمام؟ تذكروا معي إنه عادة لما نحكي على البادي فلويد كومبارتمنتس عادة نحكي على تو ميجر كومبارتمنتس اللي هو الإكسترا سيلولار، سوري الاكسترا سيلولر والانترا سيلولر. الانترا سيلولر اللي هي ما هو موجود داخل الخلايا، وعاده بيكون حوالي 40% من التوتال بادي ويت، تمام؟ واللي بيفصل الانترا سيلولر عن الاكسترا سيلولر اللي هو بيزيكلي السيل ممبرين، وقلنا لكم انه هذا السيل ممبرين هاز هاي سيلكتيفيتي، تمام؟ بعدين اجينا على الاكسترا سيلولر، قلنا لكم انه كان ديفايد انتو تو سب كومبارتمنتس اللي هي دي بلازما اللي هي داخل الباسكولار سيستم، والانترستيشيوم اللي هو بين الخلايا او خارج الباسكولار سيستم، وخارج الخلايا بين الخلايا، تمام؟ واللي بيفصلوا عن بعض اللي هو الكابيلاري ميمبرين. الكابيلاري ميمبرين از هايلي بيرميبل في كثير من الاحيان، اند اولسو دي ار انتر كونكتد وذ ذوز ليمفاتيك فيزلز، فعشان هيك هذول التو البلازما والانترستيشيوم وي كان كونسيدر ذيم از وان كومبارتمنت. اوكي؟ سؤال على هذول الشباب. طيب وقلنا لكم كيف تتم عمليه الاكسشينج اللي هي بالنسبه للفلود والديفرنت تايب في النيوترينتس اند الالكترولايتس، وقلنا لكم انه عندنا هذول الاندوثيليال سيلز، وبعدين في عندنا هذول البورز اللي موجوده بتوين هاي الاندوثيليال سيلز، وقلنا لكم اذا كان المواد اللي بتنتقل هي ليبل سولابل سبستانس مثل او 2 سي او 2 ليثانول، they can cross هذه الاندوثيليال سيلز مباشره، واذا كان ووتر سولابل مثل الصوديوم والبوتاسيوم الكلورايد ال H2O مثلا الجلوكوز they can pass through هذول البورز، بشرط ان يكون السايز اوف ذوز مولكيولز از ليس ذان ذا سايز اوف ذا بورز، تمام؟ فعشان هيك قلنا لكم انه لارج بروتين ريمبر ذس لارج بروتين they cannot pass through هذول البورز في كثير من الاحيان، وقلنا لكم انه هذا الريت اوف ديفيوجن يعتمد على الديفيوجن كوفيشنت، area available for diffusion, concentration difference, and distance over which substances need to be transported. واخر شيء حكينا على الطيب في كابيلاريز، قلنا لكم انه ممكن يكونوا continuous and those are very tight موجودين في السكن والمصر واللنج والسنترال نيرفس سيستم، والبور سايز بيكون كثير صغير بحيث انه ما بيسمح الا فقط للسمول مولكيولز تو باس ثرو مثل الالكترولايتس، تمام؟ الاذر اكستريم اللي هو بيكون هذول discontinuous، بمعنى اخر في عندنا هذول الانتر سيلولار كليفتس، كانه في عندنا اوبننج كبيره جدا، هذول الكابيلاريز عاده بيكون فيري ليكي، تمام؟
موجودين في الليفر والسبلين والبون مارو. تمام. And this is important for to allow for protein and cells to synthesize the liver and the bone marrow to get access into the blood. هذا الكلام اللي حكيناه المرة الماضية. صح؟ صح دكتور. تمام. في حد عنده سؤال عليه قبل ما نبدأ في الموضوع الجديد؟ طيب. هسه الآن احنا اتفقنا على انه basically كل المواد اللي موجودة داخل الفاسكولار سيستم اللي هي موجودة في البلازما including CO2 including O2 including lipids including الجلوكوز الأمينو أسيد الصوديوم الكلورايد البوتاسيوم الكالسيوم أي شيء يجي في بالكم. تمام. They can pass freely مش هيك؟ They can pass freely من الكابيلاري into the interstitium والعكس تماما صحيح لأن السايز تاعهم بكون أقل من البورز مش هيك؟ تمام. بس الآن الأشياء اللي ما ممكن تمر بالكابيلاريز إيش هي اللي تمر من خلال البورز؟ إيش هي قلنا عليها؟ البروتين. لارج بروتين. Yes. Large protein. It's not only it's مش أي بروتين يعني بروتين لو كان حجمه صغير بمر تمام؟ لكن اللارج بروتين اللي هي بيزيكلي بروتينات الدم تمام؟ They are large enough so they cannot pass through many of the capillaries with the exception اللي حكينا لكم عليهم اللي هو سبلين والليفر والبون مارو. تمام شباب؟ طيب الفاكتور اللي هي affecting الووتر اكسشينج لانه الووتر it will follow الووتر will follow اللي هو السوليوت مش هيك؟ مضبوط شباب؟ لانه الووتر ترانسبورتد باي دي اوزمولاريتي فعشان هيك وين في عندنا اوزموتيك ديفرنس الاوزموتيك ديفرنس يكون موجود اذا ذا ووتر كان فولو مش هيك؟ طيب بنحكي على الفاكتور اللي افكتنج الووتر اكسشينج ثرو ذا كابيلاري وبيزيكلي راح نحكي على تو ميجر فاكتور واحد منهم اللي هو الاوزموتيك بريشر اوزموتيك بريشر and the second one is the hydrostatic pressure hydrostatic pressure تمام طيب الاوزموتيك بريشر نحن نحكي على اوزموتيك بريشر داخل الكابيلاريز فراح نسميه كابيلاري اونكوتيك بريشر شو بنسميه كابيلاري اونكوتيك بريشر that is the osmotic pressure او بنسميه اونكوتيك colloid osmotic pressure كله نفس الشيء تمام this is created by protein concentration within the capillaries ليش created by protein concentration within the capillaries شباب تلحق الconcentration تبعهم لانه كل السوليوتس الاخرى كل السوليوتس الاخرى دي كان باس فريلي تمام الوحيد اللي كانت باس فريلي اللي هو البروتين فعشان هيك الكابيلاري اونكوتيك بريشر كريتد باي بروتين كونسنتريشن وين ذا كابيلاري يعني البروتينات اللي بتضل داخل الكابيلاري دي كانت جيت اوت من الكابيلاري راح تضل موجوده داخل الكابيلاري صح فعشان هيك دي كريت هذا البريشر اللي هو الاوزموتيك بريشر وبناء عليه لانه ديو تو ذا بروتينز كثير ناس ما بيسموه فقط اوزموتيك بيقولوا سموه اوزموتيك اونكوتيك اور كولويد بريشر تمام واضحه شباب بلط هيدا شوي صراحه داخل الكابيلاريز مش قلنا في عندنا كابيلاريز داخل الكابيلاريز هذا البروتينات دي كانت جيت اوت وين ضلوا موجودين الكابيلاري بك ضرب الكابيلاريز لكن الصوديوم الكلورايد البوتاسيوم الكربون دايوكسيد الاكسجين اي شيء بدك اياه ثاني بمر مش هيك ف they can pass من جهه لجهه وبناء عليه ما بيعملوا لنا يعني منين تيجي الاوزموتيك بريشر بالديفرنس بالكونسنتريشن اوف ذا سوليوت غلطان لا صح دكتور تمام طيب اذا كان كل السوليوت كان باس فريلي معناتها بتتعدل الاوزمولاريتي على الكابيلاري ممبرين تمام الوحيد اللي ما بيقدر يمر له البروتين فالبروتينات بتكون يعني موجوده بتركيز عالي داخل الكابيلاريز تمام فعشان هيك هاي بنسميها كابيلاري اون كوت بريشر شو بنسميها كابيلاري اون كوت بريشر اون كوت بريشر تمام واضح شباب اخوان الثانيين
تمام. طيب المسألة الأخرى اللي هو هذا الانكوت بريشر موجود داخل الانترستيشيوم، فعشان نسميه انترستيشيال انكوت بريشر. إذا كابيلاري انكوت بريشر and interstitial انكوت بريشر، هذا جاي من البروتينات اللي they can be there. يعني في بعض البروتينات they can escape, they can leak out، يطلعوا. تمام. فإذا طلع مجموعة من هذه البروتينات وكانوا موجودين داخل الانترستيشيوم، فساعتها بيعملوا لنا هذا البريشر داخل الانترستيشيوم، فعشان هيك بنسميه انترستيشيال انكوت بريشر. واضح شباب؟ اذا اوزموتيك بريشر داخل الكابيلاري، اوزموتيك بريشر داخل الانترستيشيوم. تمام. طبعا الانترستيشيوم معناها بين الخلايا، مش هيك؟ طيب البريشر الاخر اللي بياثر على الووتر اكسشينج اللي هو دي هيدروستاتيك بريشر. ايش هو هيدروستاتيك بريشر؟ هيدروستاتيك بريشر برضه بيكون موجود داخل الكابيلاري فبنسميه كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، وموجود داخل الانترستيشيوم فبنسميه انترستيشيال هيدروستاتيك بريشر. طيب وات از ذا كابيلاري هيدروستاتيك بريشر؟ وات كرييتس هذا البريشر؟ البلد بريشر. بلد بريشر. Yes, exactly. إذن the blood pressure within the blood capillaries، تمام، راح يكون هذا هو الهيدروستاتيك بريشر. فإذا كان البلد بريشر الموجود داخل الكابيلاري عالي، معناها الهيدروستاتيك بريشر راح يكون عالي، وإذا كان واطي راح يكون واطي. تمام. طيب الانترستيشيال هيدروستاتيك بريشر، البريشر الموجود داخل الانترستيشيوم، مين اللي بيسويه؟ created by what؟ الفلويد بريشر. فلويد. Yes. اللي هو الفلويد اللي موجود داخل الخلايا. فاذا كان حجم الفلويد كبير، معناه دي اكزيرت هاي بريشر، معناه الانترستيشيال هيدروستاتيك بريشر شو بكون؟ بكون عالي. يعني ديبندز على الكونسنتريشن تاع مين؟ تاع الفلويد. مش هيك؟ الانترستيشيال هيدروستاتيك بريشر ديبندز على الكونسنتريشن اوف ذا فلويد، بينما الانترستيشيال انكوتيك بريشر ديبندز على الكونسنتريشن اوف وات؟ اوف ذا بروتينز. اوكي؟ واضح شباب سو فار؟ واضح دكتور. تمام. طيب هسه النت فلتريشن بريشر، يعني النت بريشر اللي هو بيأثر على عضو العمليه وبيخلي انه البلاد يطلع من الكابيلاريز ولا يرجع للكابيلاريز، ديبندز على مجموع هذول البريشرز. تمام. اللي هو this is the capillary hydrostatic pressure، capillary hydrostatic pressure معرفين تحت. تمام. وبعدين this is minus the interstitial hydrostatic pressure، all are minus اللي هو the capillary encotic pressure minus اللي هو the interstitial encotic pressure. تمام. لما يكون المجموع تاع هذول equal zero، عارفين شو يعني equal zero؟ يعني مجموعهم يساوي صفر. What's the net pressure؟ كيف دكتور؟ لما يكون هذول مجموعهم زيرو، النت بريشر قديش؟ زيرو. تمام؟ So there's no filtration nor reabsorption. No fluid is going out, no fluid is getting in. تمام؟ طيب هذا البالانس، عارفين شو يعني بالانس؟ توازن. توازن. تمام. هذا البالانس it's called Starling's forces. شو بنسميه؟ Starling forces. Starling forces. Yes. اللي هو basically لما يكون عندنا كمية الفلويد اللي بطلع من الكابيلاري تساوي كمية الفلويد اللي getting into the capillary. Okay. طيب شوفوا لي هذه الرسمة اللي هون. تابعين معي شباب؟ اه دكتور. تمام. اه ما اقدر. اوكي. This is arterioles. تتذكر الارتريولز؟ شو السيجمنت اللي بعد الارتريولز؟ الكابيلاري. يس. This is the capillary. هذا اللي انا ماشي عليه الان، هذا هو كابيلاري. بعدين الكابيلاري شو بشكله؟ فينيولز. فينيولز. تمام. طيب الاكستشينج وين بيصير؟ بيصير في هذه الاريا اللي هي في الكابيلاري. تمام. and this is the capillary اي البلازما.
ان هذول هون اللي هون عبارة عن خلايا، هذا السبيس الموجود بيناتهم اللي بنسميه انترستيشيال، تمام؟ Now we want to understand هاي الستارلينج فورسز، كيف بيكون البالانس بين ستارلينج فورسز، وكيف انه لما يصير عندنا امبالانس، لما يصير خلل في هذه المسألة بيصير عندنا شيء بنسميه إديما. سامعين في الإديما؟ الانتفاخ السوائل. يس، اللي هو عبارة عن تجمع سوائل. لما يتجمع الفلويد في الجسم، تمام؟ مثلا على اليدين على الرجلين، لما ناس يكون عندهم مشاكل في الحار، تمام؟ إذا حد عمره شافهم، هاي بنسميها إديما، أوكي؟ طيب، خلينا نشوف كيف المسألة بتصير. إذا blood flowing through the arterioles it goes to the capillary. هاي اللي هي بنسميها الarterial end of the capillary، يعني الend اللي جاي على الarterial بنسميها arterial end of the capillary، تمام؟ لاحظوا معاي البريشرز الموجودة عندنا. هذا البريشر اللي هو شايفينه 35 مليمتر مركوري، شايفينه؟ شو هذا 35 مليمتر مركوري؟ What kind of pressure is this؟ مين يجاوبني؟ اللي هو this is the one، اللي هو capillary hydrostatic pressure. capillary hydrostatic pressure. إذن الcapillary hydrostatic pressure at the arterial end of the capillary it is about 35 millimeter mercury and this will force water out of the capillary. هذا البريشر شو بيساوي؟ بدفع المي اسماتي. يس، بدفع المي لبرا، لبرا برا الكابيلاري. لوين؟ للسبيسز اللي موجوده بين الخلايا، تمام؟ واضحه شباب؟ طيب البريشر الثاني اللي عندنا هون شايفينه اللي هو this is what this is the blood colloid osmotic pressure. هذا الاوزموتيك بريشر، تمام؟ اللي موجود برضه داخل الكابيلاري. واضح يا اخوان؟ This will tend to draw water into the capillary. بسحب مي لوين؟ للكابيلاري. يعني الهيدروستاتيك بريشر بيحاول يطلع المي لبرا، تمام؟ والانكوتيك بريشر بيحاول يطلعه لجوا، يفوت لجوا، تمام؟ مين الاعلى؟ هل هو الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر ولا الكولويد اوزموتيك بريشر؟ الهيدروستاتيك. الهيدروستاتيك. Yes. إذن الهيدروستاتيك بريشر is higher than the blood colloid osmotic pressure. تمام؟ إذن هذول الثنتين إحنا بنجمعهم مع بعض زي ما قلنا قبل شوي، اللي هو ال NFP اللي هي net filtration pressure. تمام؟ net filtration pressure اللي هو 35 ناقص 25 قديش بيطلع لنا؟ 10. 10 مليمتر مربع. That's what? That the net filtration pressure. شو معنى هذا الكلام؟ شو معنى انه هذا الفاليو بتكون عندي بوزيتيف؟ انها بتطلع لبرا. Yes. اذا fluid leaks out of the capillary. يطلع من الكابيلاري، يترك البلازما، بيروح على الانترستيشيا، تمام؟ اذا any plus value، تمام؟ لما احنا بنجمع الهيدروستاتيك بريشر والكولويد اوزموتيك بريشر، اذا طلع عندنا الفاليو بوزيتيف معناها في عندنا شيء بنسميه نت فلتريشن. شو بنسميه؟ نت فلتريشن. نت فلتريشن، تمام؟ طيب اطلعوا معي على الاند الثاني. هاي الاند سميناها ارتيريال اند. هاي الاند شو بنسميها اذا؟ فينيول اند. فينوس اند، على تمام، يعني ما بنقول فينيول اند، بنقول فينوس اند، يعني هون الارتيريال اند، هنا اللي هي الفينوس اند، تمام؟ طيب خلينا نطلع على الفاليو اللي موجوده في الفينوس اند. لاحظوا معي هاي الهيدروستاتيك بريشر، قديش الهيدروستاتيك بريشر؟ 18. طيب ليش نقص من 35 ل 18؟ لأن السوائل دخلت دكتور؟ لا، بدي واحد صاحي مليون بالمليون حتى يجاوبني على هذا السؤال. لأنه دكتور بس ممكن لأنه ممكن لأنه في 20.4 لتر في اليوم دكتور، هاي
لا 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 ولا دخل فكك القطر الداخلي علاقة بالبلد لأنه القطر الداخلي القطر الداخلي نفترض إنه هذا الكابيلاري قطرهم نفس الشيء هون هون بس تتذكروا إن إحنا قلنا لكم إنه في عندنا بريشر جريدينت اللي هو البريشر بنزل يعني بكون في بداية في البداية هون أعلى من هون ما this is hydrostatic pressure this is blood pressure مش هيك ها فالblood pressure دقيقة والله خلينا نرجعكم ورا شوي زي كده معلش أرجعكم شوي ورا ماشي عارف شفتوا هذه الرسمة؟ اه بتزداد المقاومة تمام إذا بالكابيلاري هاي بداية الكابيلاري صح؟ هاي الهيدروستاتيك بريشر في بداية الكابيلاري وهاي اللي هي البلد بريشر at the end of the capillary اللي هي الفينس اند تمام؟ واضح شباب؟ يس yes. تمام جود إذا هنا عندنا البريشر قد ايش صار عندنا؟ 18 مليمتر مركوري alright great طيب والأنكوتيك بريشر قد ايش؟ 25 ما تغيرش ليش ما تغير؟ لأنه ما في شيء يأثر عليه إنه عشان يتغير لأنه ما في بروتينز they supposed to leak out بروتينات ما لازم يطلعوا ما هو كلهم كوتيك بريشر due to the protein صح؟ البروتينات قول لكم ما يطلعوا المفروض ما يطلعوا صح؟ مظبوط أنا غلطان؟ مظبوط تمام أوكي طيب هسه لو أظل نجمعهم مع بعض الطرح تبعنا طبعا نقول نجمع نطرح تمام اللي هو 18 ناقص 25 قديش بيساوي سالب 7 7 سالب 7 طيب اذا كانت هذه الفاليو اذا ماينس بيصير عندنا شيء بنسميه نت ري ابزوربشن نت وات ري ابزوربشن شو معنى ري ابزوربشن اعاده امتصاص اعاده امتصاص معناها اللي صار له فلتريشن تبعين معي على الكرسر هنا اللي صار لهم فلتريشن في الارتيريال اند شو بيصير لهم؟ إعادة امتصاص يس بيصير لهم إعادة امتصاص معناها no fluid will accumulate here ما في فلويد بتجمع هون الكمية اللي بتطلع من هون بترجع من هون net filtration at this site and net reabsorption at this site طب في المكان اللي بالنص يعني بين الـ عادل الـ بكونوا 25 ناقص 25 شو بيساوي؟ صفر. إذا النت النت filtration pressure equals صفر زيرو لأنه الهيدروستات بريشر يساوي اللي هو الكولويد أوزموتيك بريشر. واضح شباب؟ معايا أخوان؟ معاك دكتور. دكتور يس طب هلا هم طلعوا 10 ودخلوا 7 وين فرقية الثلاث لا 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 ما دخلوا 10 هنا النت فلتريشن بريشر 10 هنا النت ري ابزوربشن بريشر 7 اوكي يعني نفس الكميه اللي بتطلع ونفس يس المفروض انه الفوليوم اللي طلع هو نفس الفوليوم اللي برجع بس دكتور هنا هون اللي طلع 24 لتر فرجع 20.4 يعني في 2.6 راحن ما هو في عندك في عندك يا سيدي كمان اللي هو الليمفاتيك كابيلاريز هذول الليمفاتيك كابيلاريز اللي انتم بعدكم ما اخذتوهم تمام دكتور اوكي طيب هسه بدي اياكم تتذكروا بشكل دقيق اوكي اللي هو اني فاكتور ذات كان كوز امبالانس اوف ستارلينج فورسز ستارلينج فورسز معناها انه النت فلتريشن يساوي النت ري ابزوربشن تمام اذا صار عندنا امبالانس في هاي ستارلينج فورسز عاده بتادينا الى نت فلتريشن يعني هذا الفلتريشن بيكون اعلى and this will lead to accumulation of fluid يعني accumulation تجمع تمام بهاي السبيسز اللي بين الخلايا اللي بنسميها interstitial spaces وهذه بنسميها الاوديما بنسميها ايش بنسميها الاوديما واضح؟ تمام دكتور يعني بصير بين الخلايا التجمع بسميه اديمة
يس اي تجمع للسوائل داخل بين الخلايا تمام بنسميه اوديما بشكل غير طبيعي لانه هو في فلويد اصلا بس اذا صار عندنا تجمع غير طبيعي لهذا الفلويد راح ساعتها بنسميه اوديما تمام. المساله الاخيره اللي موجوده هنا ما شرحتها انا اللي قلنا لكم على الليمفاتيك كابيلاريز. الليمفاتيك كابيلاري they act as a safety factor. يعني safety سلام yeah exactly so it acts as a safety factor to reduce accumulation of filter substances in the interstitial spaces especially filtered protein because they have large pores. يعني هذول الليمفاتيك كابيلاريز المشكله انكم مش ماخذين لا في الهيستولوجي ولا في الاناتومي تمام. وانا 100 مره قلت لهم انه لازم الهيستولوجي والاناتومي قبل الفيزيولوجي 100% لانه you cannot talk you cannot understand function of a structure انت مش عارف شو هو بشكل. طيب الليمفاتيك كابيلاريز هذول بيكونوا البورز عليهم شو مالهم بيكونوا البورز عليهم كبيره تمام. فعشان هيك اي شيء بيتجمع هون وما بيقدر يرجع مره ثانيه على الكابيلاري وين بيروحوا؟ على الليمفاتيك. الليمفاتيك والليمفاتيك كابيلاري شو بيسوي فيهم؟ سيركوليشن بيرجعهم على السيركوليشن اوكي؟ تمام شباب في حدا عنده سؤال؟ طيب انا ما فهمتوا علي كل اللي حكيته خليني اعطيكم تو examples of edema this will make things much يعني understandable okay. قلنا الأوديما اللي عبارة عن accumulation of fluid بالinterstitium اللي بالinterstitial spaces بين الخلايا تمام. نأخذ example اللي هو أوديما caused by increased venous pressure. شو يعني increased venous pressure شباب؟ يعني بتزيد الضغط في ال بالفينيو بالفينز تمام. اذا الضغط راح يكون بالفينيولز عالي صح؟ صح. اذا الضغط في الكابيلاريز راح يكون عالي صح؟ صحيح. طيب واذا كان في هذول كلهم عالي معناه الهيدروستاتيك بريشر في الكابيلاري شو بكون؟ بكون عالي مش هيك؟ سو اوديما كوز باي انكريز فينس بريشر تمام تؤدينا الى increase بالكابيلاري hydrostatic pressure تمام. واضحه شباب؟ واضح. زياده هذا الكابيلاري hydrostatic pressure شو بيؤدينا؟ يزيد على يزيد الترشيح. يس اكزاكتلي يزيد الفلتريشن. يعني لو رجعنا على الصوره اللي قبل لو صار عندنا هاي البريشر شايفينه هذا البريشر لو صار عندنا زياده شو بيصير عندنا؟ يزيد الفلتريشن. يس بيصير هيدروستاتيك بريشر اعلى بيصير فلتريشن اعلى تمام. طب ممتاز. سو انكريز الفلتريشن معناها انكريز الفلويد اللي موجود بالانترستيشيوم سو انكريز انترستيشيال فلويد فوليوم اللي احنا بنسميها اوديما تمام. هسه هذا الفلويد لما يجمع بالانترستيشيوم شو بيصير؟ البريشر بيصير البريشر تاعه بيزيد بيؤدينا الى زياده بالبلود بالليمف فلو. تذكروا الليمف اللي حكينا عليه قبل شويه this will decrease the interstitial protein concentration. As this one will increase lymph flow will decrease the interstitial protein concentration will increase the interstitial fluid volume they act as a safety factor. يعني بمعنى اخر انه زياده الانترستيشال فلويد بريشر بيؤدينا الى زياده بالهيدروستاتيك بريشر راح ينقص الفلتريشن صح. وانكريز اللمف فلو راح يجينا من هذا الفلويد بينقص الهيدروستاتيك بريشر so it will decrease the interstitial fluid volume تمام. نقص الأوديما لما يكون البروتينات يرجعوا مره ثانيه على الليمفاتيك سيستم تمام معناها البروتين كونسنتريشن راح يكون قليل معناها الكوتيك بريشر معناها قليل معناها راح ينقص لنا اللي هو الفلتريشن. يعني السهم الطالع لفوق الازرق نقصان. يس yes, نقصان نيجاتيف والاحمر بوزيتيف. يعني this one to this one to this one to this one to this one كله بوزيتيف. هسه من هون لهون نيجاتيف من هون لهون نيجاتيف من هون لهون نيجاتيف تمام. واضح شباب؟ دكتور بس لو تعيدها اخر شيء تاعت النقصان. طيب معلش ما طيب خلينا قبل ما اعيد سؤالك بس تذكروا اذا نسيت اجاوبك عليه ذكرني فيه تمام هسه بجاوبك عليه.
بس بدي احكي كلمتين قبل. شو اللي ممكن يدينا الى زياده بالفينوس هايدروستاتيك بريشر؟ لو اخذنا هاي الرسمه اللي هون، شو اللي ممكن يدينا الى زياده لها البريشر اللي موجود هون نتيجه لزياده الفينيو البريشر اللي موجود بالفينز؟ يلا واحد اعطيني مثال. الحالات اللي اخذناهم بالهارت فيلير. يس، اللي هو الليفت هارت فيلر. ايش يعني هارت فيلر؟ فشل بالقلب. فشل في القلب. شو معنى فشل في القلب؟ يعني القلب القلب ما بيقدر يدفع الدم، كل الدم اللي بيجي، تمام؟ فوين بيتجمع الدم؟ إذا ما بيقدر يستوعب هذا الدم وما بيقدرش يطلعه في الحشرات، وين بيتجمع؟ بيتجمع بالفينز، مش هيك؟ وبعدين كأنك عامل له سد، مش هيك؟ وبعدين بيتجمع بالأشياء اللي وراه، يعني الفين، الفينيولز، بعدين الكابيلاريز، تمام؟ فبيزيد لنا الهيدروستاتيك بريشر بالكابيلاريز، تمام؟ لما يكون نحكي على الليفت هارت فيلر، تمام؟ الليفت هارت منين يجي بالبلاد؟ منين يجي البلاد الليفت هارت؟ منين يجي منين يجي الدم الليفت هارت؟ بزعمكم والله. من اللانجز، الليفت اتريوم. اكزاكتلي، من اللانج 100% صحيح. اذا لما يكون عندنا هارت في ليفت هارت فيلر، معناها البلد راح يتجمع وين؟ في اللانج، تمام؟ فعشان هيك بسمينا ايش بسميه بالمونري اوديما. عارف ايش يعني بالمونري؟ الرئويه. الرئوي. يس اكزاكتلي، اي شيء له علاقه في اللانج بنسميه بالمونري. فعشان هيك بتجمع عندنا الفلويد وين؟ في اللانج. طيب ولو كان عندنا رايت هارت فيلر، وين بتتجمع الفلويد؟ بالسيستمز، بالاورجنز الباقيه، في 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 باقي حياة الجسم. شو بنسميها؟ بنسميها سيستميك إديما. سيستميك إديما أو مثال كثير أبسط، تمام؟ لو رحت أنت صار عندك جرح، أو لو سمح الله صار عندك كسر في إيدك أو شيء معين، ورحت عملوا لك جبيرة مثلا وشدوا لك عليها مظبوط، بعدين بتحس إنه إيدك هذول الإكستريميتيز الإيدين أو الرجلين بصير فيهم تورم. ليش؟ ليش بتورموا؟ بيكون صار عليهم بريشر يعني. يس، لانه هاي تايت دريسنج على الاكستريميتيز اوف ذا انيمال، لما بتشد عليهم بتضغط عليهم بتمنع الدم انه يرجع باك، مش هيك؟ وين بتجمع؟ بتجمع بالفينز، وقبل الفينز اللي هو الكابيلاريز. فبيزيد الهايدروستاتيك بريشر. اذا زاد الهايدروستاتيك بريشر بيزيد الفلتريشن. اذا زاد الفلتريشن معناها بصير فلويد ليكينج اوت، معناها بتجمع وين؟ بالانترستيشيوم. جمع في الانترستيشيوم بيزيد البريشر تاعه، تمام؟ وبيزيد الليمف فلو، وبيؤدي لنا ديكريز بالانترستيشيوم اللي احنا حكيناه هون، تمام؟ واضح شباب؟ ما راح يتم. مين اللي سالني قبل شوي وقال لي بدي اعيد له شيء؟ انا دكتور سالتك عن بتاعت الديكريز. تمام، بمشي فيها مره ثانيه. انكريز الفينس بريشر، هسه عرفنا منين يجي انكريز الفينس بريشر، اللي هو نتيجة هارت فيلر مثلاً أو تايت دريسنج مثلاً، تمام؟ يدينا إلى زيادة بالكابيلاري هايدروستاتيك بريشر، مش هيك؟ مظبوط؟ علاقة مباشرة، إنكريز فينس بريشر، إنكريز كابيلاري هايدروستاتيك بريشر. إنكريز الكابيلاري هايدروستاتيك بريشر شو راح يسوي؟ إنكريز الفلتريشن. يس، إنكريز الفلتريشن، واضحة شباب؟ لما يصير عندنا انكريز بالفلتريشن شو معناها؟ معناها راح تتجمع سوائل بالانترستيشيوم، هاي شو بنسميها؟ الاوديما. وقفنا لهون، هاي صارت اوديما، تمام؟ وضحت سيدي؟ لهون صارت اوديما. هسا اللي تحت الاوديما هذول البقيه الثلاثه هذول، ذوز ار لايك ا سيفتي فاكتور، بقللوا من حده الاوديما. بقللوا من حده الاوديما، ليش؟ لانه لما يتجمع هذا الفلويد بالانترستيشيوم راح يزيد البريشر تاعه، راح يصير عندنا زياده بالانترستيشيال هايدروستاتيك بريشر، راح يقلل الفلتريشن، تمام؟ وبعدين زياده هذا الفلويد اللي موجود بين الخلايا بيزيد الفلو، الليمف فلو، تمام؟ اللي هو بالرسمه اللي قبل هاي، الليمف فلو بيزيد،
فشو باخذنا هذا الفلويد بيطلعنا اياه من هون رجعنا اياه مع السيركيليشن. شو معناها؟ معناها بيقلل ايش؟ الاديمه. الاديمه. والمساله الثالثه انه هذول الليمف فلو لما يصير برضو الفلو تاعه سريع باخذنا بروتينات، اذا في بروتينات موجوده هون برضو ياخذنا معه. شو بيصير باللينكوتيك بريشر؟ بيصير قليل مش هيك؟ وبناء عليه برضو بيقلل لنا الاديمه. وضحت يا سيدي؟ تمام دكتور. يعني هو اخر ثلاث نقاط اللي هي نقط علاج الاديمه. يس، مش علاج الاديمه، انما هم they operate like safety factor to reduce الاديمه، to reduce الاديمه. بس عاده لما تكون عندنا مشكله زي هاي those they will be overwhelmed. عارف يعني overwhelmed؟ مين بيعرف شو معنى overwhelmed؟ يعني زي طلع الموضوع من ايديهم، يعني بيصير اكبر من طاقتهم على انهم يتحملوه. تمام، فبيصيروا هذول they operate but they cannot do much with this. يعني هذول راضل متغلبين، فعشان هيك راح تضل تتجمع عندنا الفلويد، وهذول اخر نهايه المطاف they will fail انهم تريدوس هذه الاديمه. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. تمام طيب دكتور. yes. بس ممكن يصير في increase بالreabsorption؟ يا ممكن يصير increase بالreabsorption. yes. يعني بصير في زي جفاف ولا شيء ولا ايش بصير؟ اوكي تمام. اعطيك مثال بس معلش، يعني بتعرف الناس اللي عندهم ضغط في مرات بقول لهم ما تاكلوش ملح. تمام. ليش؟ لان الملح بيزيكلي بيتجمع وين؟ بيصير الكونسنتريشن تاعهم عالي، فبسحبوا فلويد من وين؟ من الخلايا. عشان هيك بصير عندنا الفوليوم اللي موجود داخل البلازما بيكون كبير، فبيؤدي لنا الى هايبرتنشن، ارتفاع بالضغط. اوكي دكتور. ممكن السلايد اللي قبله تعيده على الشرح هذا تبع ايوه اعيد عشان حاجه الاديمه. شفت السلايد ايوه على الاديمه بس من هون. تمام. اذا لما يكون في عندنا هون هذا الفينيول تمام او هذول البينز تمام، اما الهارت عنده مشكله ما يقدر يستوعب الدم، فالدم راح يتجمع في البينز والفينيولز تمام، بعدين راح يتجمع في الكابيلاريز، فبيؤدينا الى زياده بالهايدروستاتيك بريشر بالكابيلاريز. لما يزيد الهايدروستاتيك بريشر بالكابيلاريز بيسوينا زياده في الفلتريشن، معناها بتجمع فلويد بين الخلايا، معناها صار عندنا ايش؟ اديما. تمام، هذا الفلويد اللي بيتجمع هون بيزيد الهايدروستاتيك بريشر، عشان هيك بينقص شوي، يعني بيعادل شويه من النت فلتريشن بريشر. ان اديشن اذا في بروتينات هون برضه، لانه هذا الفلو تاع الليمف بيزيد تمام، فلما يزيد الليمف فلو باخذ لنا هذا الفلويد من هون تمام، وباخذ لنا معاه ايش؟ بروتينات، فبنقص لنا اللي هو الكوتيك بريشر. الكوتيك بريشر تند تو درو ووتر له، يعني وين في اوزموت بريشر عالي بيسحب المي لعنده تمام، وين في هايدروستاتيك بريشر عالي بيطلع المي من عنده تمام. فعشان هيك بصير عندنا هاي الاوديما. تمام سيدي. يسلم. تمام طيب، هسه ناخذ مثال ثاني. نحن قلنا انه يعني بيزيكلي لما رجعنا على هذا الرسمه حكينا على اللي هي hydrostatic pressure وحكينا على oncotic pressure، صح؟ مضبوط يا شباب؟ صح دكتور. تمام، وقلنا لكم انه اي imbalance، balance معناها توازن، imbalance معناها فقدان لهذا التوازن. تمام، فهنا حكينا قبل شوي على hydrostatic pressure، خلينا نحكي على oncotic pressure. The oncotic pressure basically it's due to the presence of the protein and concentration of the proteins هي اللي بتحدد the colloid osmotic pressure. تمام، فعشان هيك لو كان عندنا a case of a decrease بالبروتين concentration في البلد، شو ممكن يجي يؤدي لنا الى بنسميها hypoproteinemia؟ شو بنسميها؟ هي نقص بروتينات الدم. يس، هايبو هايبو معناها نقص، وبروتين اللي هو بروتين، والانيميا اللي هي انيميا اللي هي اي شيء موجود في البلد. تمام، فهايبو بروتينيميا
معناها decrease the concentration of the proteins in the blood. عادة بتسبب لنا أوديما، بتأدينا إلى أوديما. شو في أشياء ممكن تتخيل وبتأدينا إلى decrease بالبروتين concentration في البلازما؟ المال نيوتريشن. Exactly. شو المال نيوتريشن؟ سوء تغذية. سوء تغذية. What other reason ممكن يكون واضح هيك؟ سيكل سيل انيميا. ليبر ديزيزز. ليبر، تذكر المره الماضيه قلنا لكم انه هذول البروتينات تاعت الدم وين بتصنعوا؟ بالليبر. بالليبر، تمام. فاذا صار عندنا الليبر ديزيزز وادت الى ديكريز بالبروتين سينثيسز بالليبر، راح تؤدينا الى هايبوبروتينيميا، تمام. كيدني ديزيزز، الكيدني عارفين شو الكيدني؟ الكلى، امراض الكلى. اذا صار فيها مشكله والمفروض انه البروتينات ما بتطلع، يعني لما تاخذ عينه يورين لبيشنت ما بيكون فيها بروتينز، تمام. هسه لو كان فيها مشكله، لو كان في عندنا ديزيز بالكدني، يعني كدني ديزيز، تمام، وصار في عندنا بروتينات بتطلع مع اليورين، فبصير عندنا ايش؟ هايبوبروتينيميا. في حالات البيرنز، الحروق، ممكن الجسم يخسر بروتينات، بتدينا كلهم الى هايبوبروتينيميا. طيب كيف الهايبوبروتينيميا بيؤدينا الى اوديما؟ مش بقلل البروتينات في الدم، بقلل بيقلل الانكوتيك بريشر. ايوه هو، تمام. اكزاكتلي. اذا ديكريز البلازما بروتين كونسنتريشن راح يؤدينا الى ديكريز بالكولويد اوزموتيك بريشر، تمام. واذا صار عندنا ديكريز بالكولويد اوزموتيك بريشر راح يزيد عندنا الفلتريشن. ارجع لكم على الرسم اللي قبل شوي، تمام. هسا لاحظوا معي انه هنا كان عندنا اللي هي الانكوتيك بريشر قديش؟ 25. طيب لو كان عندنا هايبوبروتينيميا قديش ممكن يكون هذا؟ 18. ممكن يكون 18، ممكن يكون 15، ممكن يكون اي شيء، تمام. لو بقي هذا على حاله، يعني هاي ال 35 ظل زي ما هي، تمام، وهي صارت 15، النت في الجسم راح يكون اعلى، مش هيك؟ وبناء عليه راح يدينا الى زياده في الفلويد اللي هو ليفينج اوت بكابيلاري. واضح يا شباب؟ تمام دكتور. اوكي. اذا decrease plasma protein concentration، decrease colloid osmotic pressure، increase the filtration، والبقيه زي السلايد اللي قبل على فكره. البقيه زي السلايد اللي هون، تمام؟ من عند الفلتريشن وتحت راح يكون ذا سيم. increase the interstitial fluid volume اللي هي الاوديما، تمام؟ بعدين increase the interstitial fluid pressure negative على الفلتريشن. increase lymph flow نيجاتيف على الانترستيشيا فلويد فوليوم، ديكريز الانترستيشا بروتين كونسنتريشن، ديكريز الفلتريشن. واضح يا شباب؟ يعني بعد الفلتريشن، كل شيء بعد الفلتريشن حكيناه في السلايد اللي قبل. واضح يا اخوان؟ واضح. تمام. في حد عنده سؤال؟ يا حبا نسأل الشباب. كله تمام دكتور. اسألنا انت دكتور شو. طيب خلينا نحكي على الكنترول of the cardiovascular function. بيزيكلي راح نحكي على neural وhormonal، وراح نحكي على local، تمام. Control of the vascular system. وبيزيكلي راح نحكي على intrinsic mechanisms or intrinsic factors، وراح نحكي على extrinsic mechanism. شو يعني intrinsic؟ داخل. و extrinsic؟ خارج. طيب اذا ال intrinsic mechanisms or factors they act locally. شو معنى locally؟ محلي. موضعي، تمام، اللي هي basically to match the blood flow to the metabolic need. To match the blood flow، كمية البلد اللي بتروح للتشو بيز على الميتابوليك نيد تاعتها.
يعني التيشو اللي فيها ميتابوليزم عالي البلد فلو بيكون لها عالي ولا قليل؟ عالي عالي عالي. ليش؟ تحتاج اكسجين اكثر. يس تحتاج اكسجين اكثر، تحتاج نيوتريانت اكثر، تحتاج تتخلص من الكربون ديوكسيد اللي الميتابوليك ويست برودكت، مش هيك؟ فعشان هيك دوس ميكانيزم راح نحكي عليها بتفاصيل بيت يعني بعد هيك تمام، اللي هو دي اكت لوكالي تو ماتش ذا بلاد فلو تو ذا ميتابوليك نيد اوف تيشو باي ادجستينج ذا فاسكولار ريزيستنس. تذكروا البلاد فلو قلنا لكم واحد من الاشياء اللي بتاثر فيه اللي هو ايش؟ الفاسكولار ريزيستنس، مظبوط؟ اللي هو الفازو دايليشن والفازو كونستريكشن. تذكروا الفازو دايليشن، تذكروا الفازو كونستريكشن، حكينا فيهم المره الماضيه، مظبوط شباب معي؟ مظبوط دكتور معي. اوكي الاكسترنزك فاكتورز اللي انكلود نيورال اند هرمونال. شو يعني نيورال؟ عصبي. عصبي وبيزيكلي نحكي على الاوتونوميك نيرفس سيستم، والاوتونوميك نيرفس سيستم حكينا على السيمباثيتك والباراسيمباثيتك. also we have some kind of hormones they can act to regulate اللي هو ال blood pressure و ال heart بشكل عام، تمام؟ so what their function اللي act to coordinate the blood pressure vascular resistance and cardiac output to perfectly supply tissue with adequate amount of blood. يعني الهدف انه احنا بنزود التشو بكمية مناسبة من البلد، سواء من خلال الانترنزيك ميكانيزمز اللي اكت لوكالي او من خلال الاكسترنزيك ميكانيزمز اللي انكلود الهرمونز والنيورونز. واضح يا شباب؟ واضح دكتور. طيب خلنا ناخذ مثال في حالة الاكسرسايز. عارفين شو الاكسرسايز؟ تمرين. تمرين يعني روحت انت تركض مثلا بتبذل مجهود، تمام؟ طيب لما انت بتروح تركض او تبذل مجهود معين، تمام؟ what would happen to your heart rate? increase your blood pressure increase كمان increase ال metabolism rate ال metabolic كل rate كله بيزيد، تمام؟ طيب اذا لو اخذنا هذا الاكسرسايز ان example there is a need for more blood and this to be shifted to the critical organs or critical tissues. شو هي critical tissues اللي بالبدي؟ الهارت أو البرين. Yes, الهارت this is number one. Brain number two. Working skeletal muscle number three. تمام؟ طيب how we can shift more blood؟ كيف ممكن نزيد cardiac output the blood flow؟ تمام؟ للتيشوز اللي هو those are critical. الفازو دايليشن. فازو دايليشن فازو كونستريكشن at the same time but in different blood vessels. تمام؟ فبصير لنا فازو دايليشن of vascular system to critical tissue. To where? To critical tissue. اللي هو الهارت brain skeletal muscle. بصير فازو دايليشن. لما يصير فازو دايليشن بصير ريزيستنس أقل، مش هيك؟ مظبوط؟ مظبوط دكتور. تمام وبناء عليه بصير عندنا الفلو اعلى، تمام؟ فاحنا وي نيد مور بلاد تو فلو تو ذا هارت تو ذا برين تو ذا وركينج سكيلتال مسل. عشان هيك شو بصير فيهم؟ بصير فيهم فازو دايليشن، تمام؟ طيب بدنا نجيب لهم بلاد من مكان ثاني، تمام؟ اللي هو نان كريتيكال اورجنز. مثل ايش نان كريتيكال اورجنز؟ سبلين. يعني احنا بنحكي بشكل عام سبلين واحد منهم اللي هو البنكرياس. الجي اي تراك كلها. الجي اي تراك شو الجي اي تراك؟ الجاسترونتستينال تراك الرينال سيستم، تمام؟ دوز ار نوت ريلي فيري امبورتنت في حاله الامرجنسي اند ذس از ان امرجنسي، تمام؟ في حاله الاكسرسايز، اوكي؟ فبصير لنا فازو كونستريكشن. لما يصير لنا فازو كونستريكشن معناه البلد اللي بيروح على هذول طبعا ما بصير يعني كت للبلد، بس بصير البلد اقل، بلد فلو اقل، مش بوقف تماما بس بصير بلد فلو اقل. البلد اللي احنا وي سيف ات فروم هير وين بنودي؟ للكريتيكال اورجنز. للكريتيكال اورجنز اكزاكتلي.
هذا معنى اللي هو shift more blood تمام to the critical tissues or critical organs. فبصير لنا vasodilation بالcritical organs, بصير لنا vasoconstriction to non-critical organs, and at the same time رح يصير لنا increase بالcardiac output. وانكريز الكارديك اوتبوت معناها انكريز ستراك فوليوم وانكريز الهارت ريت, مش هيك؟ مش هيك عرفناها الكارديك اوتبوت؟ صحيح. انكريز ستراك فوليوم اند هارت ريت. دور ذكرني بالستراك فوليوم ايش هو؟ ستراك فوليوم انا اذكرك فيه زي ما انت اللي ذكرني فيه. السكتة الدماغية. لا هي كمية الدم اللي تنضخ بالنبضة الواحدة. Exactly. The amount of the blood that's ejected from the heart in each heartbeat. السكتة هي بس كلمة stroke. 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 مش stroke. Stroke. Yes. تمام؟ واضح يا سيدي اللي سألت؟ بس أنا بنراجع دكتور فال... عشان واضح سيدي واضح. أنا I can't tell. Okay. هسا بدنا نعمل معاك ريفيو لأشياء انتو أخذتوها قبل هيك تمام. بدي أشوف قديش هسا انتو ما شاء الله عليكم صحيين وواعيين وتدروا معي كويس. قلنا النيورال اند هرمونال تمام. النيورال حكينا على الأوتونوميك نيرفس سيستم. الأوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو بيزيكلي نحكي على مين ومين؟ سمباثيك وبارا سمباثيك. سمباثيك ولا سمباثيك. ممتاز. اذا النيورو ترانسميتر اللي بنحكي عليه ايش هو؟ شو النيورو ترانسميتر اوف السمباثيك نيرفس سيستم؟ شو الاسيتيلكولين؟ لا ابينفرين. نور ابينفرين. طيب الريسبتر تعين الابنفرين نور ابنفرين ايش اسمهم؟ الفا واحد الالفا ادرينرجيك. الفا ادرينرجيك ريسبتر. وكمان بيتا. وبيتا ادرينرجيك ريسبتر. بارك الله فيك. طيب ونيورو ترانسميتر اوف دي باراسمباتيك نيرفس سيستم ايش هو؟ هذا الاسيتيلكولين. هذا الاسيتيلكولين. والريسبتر تاعه الماسكلينيك. ماسكلينيك ريسبتر. نيكوتينيك ريسبتر مش موجود هون, موجود في مكانات اخرى تمام. طيب اذا let's talk about receptor type where found وين بنلاقي وشو الافكتاته وشو الفانكشن تمام. طيب في عندنا الالفا ادرينرجيك ريسبترز موجوده على الارتريولز تمام. هذه الارتريولز لما يصير لهم ستيميوليشن قلنا شو بيصير فيهم؟ بيصير فيهم كونستريكشن ولا دايليشن؟ كونستريكشن. انقطاع اللي فتح الميكروفون سكره تمام. اذا يعمل كونستريكشن. هذا الكونستريكشن شو بيؤدينا بالبلاد فلو؟ شو يصير عندنا بالبلاد فلو؟ ديكريز بلاد فلو. اذا صار لنا فازو كونستريكشن بصير ديكريز بلاد فلو. ليش؟ لانه عاده بصير لنا انكريز بالتوتال بريفرال ريزيستنس تي بي ار. Total peripheral resistance حكينا لكم عليها المرة الماضية تمام. طيب هذا بالارتريولز. طيب بالفينز شو بيساوي؟ هاي الالفا ادرينرجيك ريسبتر بالفين شو بيساوي؟ constriction. برضو بتعمل constriction. طيب لما يصير عندنا constriction بالفينز what it would do؟ شو ممكن تساوي؟ يس كأنك ماسك هذا الفين وقاعد تضغط عليه بتعصر البلاد. البلاد وين بروح؟ على الهارت مش هيك؟ so it can displace blood toward the heart. واضح يا شباب؟ واضح يا اخوان. هذا تأثير الالفا ادرينرجيك ريسبتر. طيب البيتا ادرينرجيك ريسبتر وبالذات البيتا 1 ادرينرجيك ريسبتر وين موجودين؟ الهارت. يس موجودين في الهارت. وين في الهارت؟ في الاس اي ان والاي في ان والفنتي فنتريكل. طب شو اس اي ان؟ شو الاس اي ان؟ اس اي نود. اس اي نود. والاي في ان؟ اي في نود. اي في نود تمام. اذا بيتا ادرينرجيك ريسبتر موجود على الهارت تحديدا على الاس اي نود على الاي في نود على الفنتريكل.
طيب شو بتساوي؟ شو الافكت تاعهم؟ increase heart rate تمام، بتزيد الاي بي نود كوندكشن فيلوسيتي سو تنكريز الكونتراكتيليتي تمام، لما احنا بنحكي على الفنتريكلز وشورتن دي سيستول اول توجذر شو بيعدونا هذول؟ زياده الكونتراكتيليتي وزياده الهارت ريت، increase cardiac output. يس increase الكارديك اوت بوت، لان الكارديك اوت بوت باي ديفينيشن شو بيساوي؟ heart rate heart rate multiply by stroke volume اللي هو جاي نتيجة للcontractility تمام، اللي هي ال end diastolic volume minus ال end systolic volume. واضح شباب؟ واضح. طيب هسا البيتا ادرينرجيك ريسبتر also موجودة على الارتريولز تمام، لكن الارتريولز of the coronary and skeletal muscle. شعني coronary؟ التاجي. وين موجودين هذول التاجيه؟ في القلب تمام، والسكيليتال مسل تمام، هذول كريتيكال اورجنز احنا حكينا عليهم. لاحظوا انه الابنفرين اذا بياثر على الالفا ادرينرجيك ريسبتر بيعمل فيهم فازو كونستريكشن سو ديكريز ذا بلاد فلو، لكن اذا كنا نحكي على الكوريني ارتريز فما موجود فيهم الالفا، موجود فيهم البيتا، معناها بيصير فيهم دايليشن تمام. So this will increase the blood flow. This will increase but the blood flow. واضح شباب؟ Dilation. Dilation معناه توسع. اللي تمدد الدكتور صح؟ Yes yes. اللي هي الأوعية الدموية بصير حجمها أكبر. Radius تاعها أكبر. المسكارينيك ريسبتر اللي هي respond to the acetylcholine. موجودين على الـ SA node والـ AB node في heart rate. Decrease the heart rate. تتذكروا هذا الكلام؟ تذكروا ولا لا؟ دكتور تمام. So decreases the cardiac output. وبرضو موجودين في الـ arterioles بالـ coronary والـ skeletal muscle. Also they can cause dilation and they increase the blood flow. نفس الشيء بيعملوا صح دكتور مع الفوق. مع البيتا adrenergic receptor مش مع الالفا adrenergic receptor. الالفا بتختلف، الالفا عادة بيعملوا كونستريكشن، البيتا بيعمل. انا قصدي عن البيتا دكتور يعني. ها؟ انا قصدي عن البيتا انه بيعمل نفس الاشي. يا البيتا والمسكارينيك ريسبتر دي دو ذا سيم على الهارت. اوكي؟ تمام دكتور. احنا عندنا سؤال شباب؟ دكتور نوقف لهون ولا بدك تكمل؟ شكلك تعبتوا صح؟ والله مش تعبنا، بدناش المادة تتراكم كثير. لا راح تتراكم، راح تتراكم يا سيدي، ما فيش مجال المراكمة مراكمة يعني، ما فيش هي بتتراكم يعني تكون كم بسيط بس. طيب ماشي ما في مشكلة أوكي. طيب إذا المحاضرة الجاية راح نحكي على الكاردي فاسكولار ريفلكسز، وراح نحكي على اللي هو البارو ريسبتر ريفلكس والفوليوم ريسبتر ريفلكس، راح نحكي على اللوكال كنترول اوف بلاد فلو تمام، وهيك بنكون احنا كملنا الكاردي فاسكولار سيستم. اي هوب انه المحاضرة الجاية احنا نكمل الكادي بس اوكي ان شاء الله دكتور يعطيك العافيه. في حد عنده سؤال شباب؟ في حد عنده سؤال يا اخوان؟ يعطيك العافيه. احنا ايش ناخذ هذا الفصل؟ هذا الفصل بدنا ناخذ الكادي بس وناخذ الدايجستيف وناخذ البلد. طب اللي بعد هذول الدايجستيف والبلد